وهذا سائل يقول: عندي أخ لي سيء الظن بالناس، وفوق هذا أحيانا يسب ويشتم أمه وهو يصلي، فماذا تنصحونني به؟ أنصحك بأن تنكر عليه، وأن تبين له حق الوالد، وتبين له عقوق الوالد، وأنه من كبائر الذنوب. الله جل وعلا يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الحديث: رضا الله في رضا الوالد، فإذا أغضبت والدك فقد أغضبت الله جل وعلا، فعليك أن تناصحه لعل الله أن يهديه. نعم.